كما تعلمون أن كتلة الصادقون ترفض رفض قاطع أي تدخل لا على المستوى السياسي في العراق ولا على المستوى الجغرافي. لذلك نحن ككتلة الصادقون وكبرلمان عراقي إن شاء الله سوف نقوم بتشريعات من أثرها يعني تمنع دخول أي قوات أجنبية. لذلك كذلك نطالب الحكومة العراقية في موقف واضح وصريح ضد هذه التدخلات وتفسير للتواجد التركي الذي بدأ يتوغل أكثر فأكثر في جغرافية العراق، وإن شاء الله نتمنى من عندهم موقف حازم ووطني كما معهود من السيد المالكي في مواقف الوطنية.